في يوم من الأيام بعد غزوة بدر، كان من ضمن الأسرى الذين أسروا في غزوة بدر أبو العاص بن الربيع. وهو من هذا أبو العاص؟ هو زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيلوا العدالة، هذا أبو العاص زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وبنته لا زالت معه في مكة، وجاء مع المشركين وقاتل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر وأخذ أسيرا. فكان أهل مكة يبعثون بالمال ليفكوا أسراهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يريد يفدي أسيره يدفع قيمة الفداء للأسير. فبعثوا كل واحد بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببعث بشيء من المال يفك أسيره. فكان من الذين بعثوا سيدتنا زينب، بعثت بعقد لها، هذا العقد كان لسيدتنا خديجة، أهدته لبنتها في يوم زفافها، وهي بنتها البكر الكبيرة سيدتنا زينب عليها رضوان الله تعالى. فلما كان الصحابة جالسين ويأتون بالفداء، يقولون هذا فداء لفلان، هذا المال، هذا ذهب، هذا كذا، فلما جاءوا بالعقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم العقد أمسكه فتذكر، فغرورقت عيناه صلى الله عليه وسلم بالدمع واحمرت عينه وتذكر خديجة. سبحان، شوف كيف الوفاء، تذكر خديجة حتى في هذه المواقف وبعد هذه السنين لا زال ذكراها ما تذهب عن باله صلى الله عليه وسلم أبدا، كيف ينساها وهي رفيقة الدرب، وهي أول من آمن وحمل الرسالة منه صلى الله عليه وسلم، هي لها أعظم ذكرى في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو قلنا من له الذكرى الأكبر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، هي السيدة خديجة، هي الأكثر الناس مخالطة ومعاشرة ومعايشة له صلى الله عليه وسلم. عاشت معه 25 سنة كلها كانت في صفاء عليها رضوان الله تعالى. ففي هذا الحال قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: إن رأيتم أن تردوا على زينب زوجها وعقدها فافعلوا. هذا النبي صلى الله عليه وسلم له الحكم وله الفصل وله الوحي، ولكنه يقيم العدالة، يستشير أصحابه، يعز عليه أن هذا العقد لخديجة يفارق بنته زينب من أجل هذا أبو العاص. قالوا: يا رسول الله، طابت أنفسنا به لها، رد العقد وفك الأسير لأجل بنتك. وبقيت من خديجة النسمات الطيبة التي بقيت للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنها أم البنين وأم البنات.